بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. إذن مباشرة من بعد ما زف علينا صاحب الجلالة الخبر السعيد ديال تنظيم كأس العالم بالمغرب إن شاء الله 2030، يعني جميع السلطات المحلية والمنتخبين بمجالسها كلها سهرت على أن إخراج المشاريع الكبرى ديال مدينة الدار البيضاء. المجالس تتكلم على جماعة الدار البيضاء، مجلس مدينة الدار البيضاء، مجلس عمالة الدار البيضاء، ومجلس الجهة في واحد اللجنة يقودها السيد والي جهة الدار البيضاء 16، ومعها العمال ديال العمالات 16 اللي كاينه في جهة الدار البيضاء 16، من أجل إخراج المشاريع الكبرى. ومن بين المشاريع الكبرى هو الملعب الكبير لمدينة للدار البيضاء اللي غيكون على تراب بن سليمان، إقليم بن سليمان، وبالضبط في المنصورية، على أرض المنصورية. إذن هذا ملعب اللي المغرب يراهن عليه من أجل أن المغرب على الأقل يستضيف سواء نصف النهاية ديال كأس العالم أو النهاية بطاقة استيعابية هي كبيرة على صعيد العالمي، 118 ألف متفرج. إذن الأشغال إن شاء الله تم إعطاء يعني طابلو ديال سيرفيس على أساس أن نهاية شهر 6 غتنطلق الأشغال بعد الإجراءات الإدارية والإجراءات الخاصة بتطهير العقار اللي غيكون عليها تراب، وداروا الإنجاز ديال مكاتب الدراسات في مستوى كبير جدا، أن سهرت على إخراج هاد الترتيبات الأولى لديل هذا الملعب الكبير ديال الدار البيضاء. وبالتالي اليوم أننا بصدد واحد التاريخ ديال 2028 كأجل من أجل الانتهاء من الأشغال داخل هذا المركب ديال الملعب الكبير ديال الدار البيضاء، اللي غيكون إن شاء الله النهاية ديال الأشغال تكون في 2028، بأن المغرب بغي ينظم يعني كأس العالم للأندية، وك كتجريب تجريب يعني التجهيزات الرياضيه والبنيه التحتيه المغربيه قبل يعني الموعد التاريخي ديال انطلاق فعاليات كاس العالم 2030.